السلام عليكم، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى في تمارين الفيزياء والكيمياء وبطبيعة الحال مع سلسلة جد الباك. وكيف العادة حاولوا أنكم تقرأوا معطيات التمرين الأول، ومن بعد حاولوا تحركوا السيل وعاد انتبهوا ليا وانتبهوا للطريقة اللي تعاملت مع التمرين. التمرين الأول كيقول لتحديد سرعة انتشار الموجات الصوتية في الماء، نضع على استقامة واحدة في حوض من الماء باعثا أو يعني شي واحد غيعطينا صوت، ومستقبلا آخر للموجات الصوتية تفصل بينهما مسافة. يعني بطبيعة الحال عندي باعث للصوت بحال مكبر الصوت وقال لي واحد الميكروفون اللي غادي يستقبل، بعدناهم بواحد المسافة اللي هي آل 1.50 متر. مزيان، دابا هذا عبارة عن حوض للماء، يعني الموجات الصوتية اللي غتخرج من هاد او ولا غيستقبلها اغ موجودة داخل الماء، يعني انتشار الصوت داخل الماء. يعني كندرس الموجة الصوتية، عندما ربطنا الباعث او بالمدخل اي والمستقبل اغ بالمدخل اي بي لراسم التذبذب حصلنا على الشكل الممثل. هذا هو راسم التذبذب، كيقول لك هاد الاشارة ديال الباعث او وهاد الاشارة ديال من ديال المستقبل اغ. مزيان، جا قال لك الحساسية الأفقية، عطاني واحد الحساسية أن الصفر كل تدريجة طبيعة الحال بصفر فاصلة جوج ميلي سكوند. جا قال لي أول حاجة هل الصوت موجة طولية أو مستعرضة؟ أنتم أصلا في مقرر كامل عندكم بعض الموجات، عندكم الموجة الصوتية، عندكم طول حبل، عندكم طول نابض، وبطبيعة الحال سطح ماء. سطح ماء وطول حبل بطبيعة الحال مستعرضة. اما بالنسبه للموجه الصوتيه ولا النابض فهو موجه طولي، يعني لا نقاش فيه. الا قال لك علي الجواب غتقول له الجواب الاعتيادي لان اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشويه. هنا لاحظتوا معايا في السؤال قال لك هل الصوت موجه طوليه ام موجه مستعرضه، ما قاليش علي الجواب، يعني بلا ما نزيد غنقول له موجه طوليه. وبطبيعه الحال تعليل الجواب هو غتقول له ان اتجاه الانتشار موازي لاتجاه التشويه، اذا كان طوليه موازي كان بطبيعة الحال مستعرضة عمودي، ما غيقول لك لا رسم في الوطني لا تشيح حتى في القسم. دابا السؤال رقم جوج، السؤال رقم جوج هو اللي فيه مشكل. قال لك تصل الموجة الصوتية إلى الميكروفون اغ بتأخر زمني تي بالنسبة للبعد. نشرحها لكم، دابا هاد او غيعطينا صوت، واش في نظركم في نفس اللحظة اللي غيخرج الصوت من او غيستقبلو اغ؟ بطبيعة الحال كاين واحد التأخر، يعني الصوت ما غيوصلش في نفس المدة الزمنية، وهذا الشيء اللي دار لي راسم التذبذب. هل الإشارة او فين تشدات؟ هاد اغ وكان شدات قد غتبان ليا هنا، ولكن كاين واحد التأخر زمني. مزيان، جا قال لي اعطي المدلول الفيزيائي للمقدار طو ثم حدد قيمته. اول حاجه المفهوم ديال المدلول الفيزيائي هو عطينا التعريف، ولكن يكون كينطبق على هذا الشيء. تاخر زمني مثلا عندي نقطتان من وسط التشويه، تقول له هي المده الزمنيه الفاصله بين لحظه وصول التشويه للنقطه ا ولحظه وصوله للنقطه بي. انا دابا ما عندي لا نقاط لا والو، شنو عندي؟ عندي باعث وعندي مستقبل. غتجي غتقول له التاخر الزمني بحال هكا، التاخر الزمني ديما هو المدة الزمنية الفاصلة، هو المدة الزمنية الفاصلة بين لحظة انبعاث هي خروج انبعاث الصوت من او، لحظة انبعاث الصوت من او ولحظة استقباله. شكون اللي غيستقبله؟ استقباله من اغ بطبيعة الحال. هذا هو التأخر الزمني، هذا هو التعريف. كان عندي مثال واحد اخر بطبيعة الحال نجيب مثال واحد اخر. مزيان، دابا بطبيعة الحال هذا هو التعريف المدلول الفيزيائي في التمرين. جا قال لي احسب طو، طو عندنا واحد العلاقة اش كتقول؟ عندنا علاقة كتقول لك طو راها كتساوي اس اكس اللي هي السونسيبيليتي اوريزونتال فوا مضروبة في اكس. كاين اللي غيشوف هذا الشيء غيتخلع، غيب شوية عليكم. عندي واحد العلاقه فاش كيكون عندنا راسم التذبذب كتقول لك اس اس اكس مضروبه في اكس. هنا نشرح كل حاجه في ديالها. هاد اس اكس هي الحساسيه الافقيه. غتقول لي وشنو هي هاد الحساسيه الافقيه؟ هو بشحال تدريجه كيمشي، هو بشحال المده الزمنيه في كل تدريجه. اما اكس هو عدد التدريجات، هو عدد التدريجات. مزيان، دابا هذا التشويه اللي خارج من او وهذا التشويه اللي استقبلو اغ يعني الصوت. مزيان، دابا هذا كيتسمى مقدمه التشويه وهذا مؤخره التشويه، ما عليناش حتى هذا كيتسمى مقدمه هذا مؤخره. انا غنبدا نقارن بهاد النقيطه هذه،
الا قارنت بهاد النقيطه خصني نحبس مع هاد النقيطه هادي، اما الا مشيت لهادي اللي الثانيه خصني نحبس هنا. غنبدا هنا غنقول هاد التدريجه الاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه، ها الرابعه، هالاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. وانتم كنظن عندكم في الشكل ديالكم لا لاحظتوا، غنشوف ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، اربعه، خمسه. يعني هذه خصني نرسمها انا هنا، هذه هي، هذه الاشاره ديالكم هي هذه. شحال كاينه من تدريجه؟ خمسه ديال التدريجات. غنجيب طبيعه الحال غنكتب لوطو، طو تساوي اس اكس، هي هذه اللي كتعطى 0.2 ملي سكوند باغ ديف. وشنو هي اكس؟ هما عدد التدريجات، شحال قلنا؟ خمسه. تدريجة هو ديفيزيون، يعني ديف. لاحظوا معايا ديف غيمشي مع ديف، غادي تحسب 0.2 في 5 غتعطيك هي 1 ملي سكوند. هذه هي طو بالنسبه للسؤال رقم 2. لاحظوا بطريقه بسيطه، جا قال لك احسب سرعه انتشار الصوت في الماء في ديال او. عندنا بطبيعه الحال القاعده كتقول لدينا في ديال او، فاش كيقول لي السؤال باينه بطبيعه الحال كيكون له علاقه بالسؤال السابق. انا شنو عندي؟ ها الطو هي المده الزمنيه الفاصله ما بين لحظه خروج الصوت من او و ار. فاش غيخرج الصوت من هاد او؟ شحال ديال المسافه غيدوز باش يوصل لار؟ غيدوز واحد المسافه شنو كتكون؟ اللي هي ال. هاد ال، هاد المسافه كيقطعها الصوت خلال مده زمنيه اللي كتساوي الطو. ال شنو هي؟ طبيعه الحال عطاها لي الفوق، هي 1.50. غندير 1.50 مقسومه على طوطو هي 1، ونتابعو الميلي سكوند خصك تضرب في 10 اس ناقص 3، و الى حسبتو مزيان غتلقاو تقريبا هي 1500 متر باغ سكوند. هذه هي سرعه انتشار بطبيعه الحال الصوت في الماء. هذا بالنسبه للسؤال رقم 3. السؤال رقم 4 اللي بزاف ديال الناس كنلاحظ في لي كومونتير كيطلبوه مني هو داك معادله الابعاد. جا بشويه علينا قال لك نزيل حوض الماء فتنتشر الموجات الصوتيه في الهواء، في هذه الحاله تتعلق سرعه الانتشار بمعامل الانضغاط كسي وبالكتله الحجميه رو. غير يعني باش نزيد لكم واحد المعلومه، هاد رو هاد كسي، هاد العلاقات ديال السرعه من غير دي على دلتا تي، من غير لاندا على تي، ما عندناش في المقرر. يعني الا عطاهم لي في الوطني غيعطيني العلاقات، انا ما تنحفظهمش. قال لك في هذه الشروط يعبر عن سرعه انتشار الموجه الصوتيه باحدى العلاقات. قال لك من هذه العلاقات الثلاثه اللي كتبتو اللي عندكم في السيري، وحده فيهم اللي صحيحه. قال لك بوحده فيهم اللي صحيحه، يعني الا كانت الاولى صحيحه يعني جوج وثلاثه خاطئين، كانت الثانيه صحيحه الاولى وثلاثه خاطئين، وانت غادي هكا. جا السؤال 4000، حاولوا تتبعوا معايا مزيان وحطوا داكشي اللي في يديكم. هذا السؤال تيكون في الوطني بزاف، واخا ما كيكونش في الموجات، كيكون في الكهرباء وكيكون في الميكانيك. عطاني ثلاثه العلاقات ياك. قال لك باعتماد على معادله الابعاد اوجد العلاقه الصحيحه ثم احسب في ار، يعني سرعه انتشار طبيعه الحال الصوت في الهواء. في ار هي سرعه انتشار الصوت في الهواء، حيت شنو قال لك التمرين؟ نزيلوا الحوض ديال الماء، هذا الحوض حيدناه، لا حيدناه شنو غيبقى؟ غيبقى هواء. يعني السرعه بطبيعه الحال غادي تتبدل. قال لك السرعه علاقه وحده فيهم اللي صحيحه. انت دير معادله الابعاد، تصنص معايا معادله الابعاد شنو كتقول لك مزيان. اول حاجه لنتحقق مثلا لدينا، نبدا بالاولى، لدينا داك واحد شنو كتقول لك؟ ان في ار كتساوي واحد على الجذر ديال رو مضروبه في داك سي، بحال هكا ياك. فاش كنقولوا معادله الابعاد الدراري، انك كترك الاعداد اللي كيعطيك. مثلا مثلا غنشوفوا معايا عندنا رو شنو عطاني؟ هاد رو عطاني كتساوي هي 10 اس ناقص 3 كيلوغرام، ياك، فاش مضروبه في المتر موان 3 بحال هكا. وعطاني كسي شنو قال لي؟ 8.65 في 10 اس ناقص 3، وبطبيعه الحال بالمتر، الكيلوغرام موان زاه، وبطبيعه الحال في اس او كاري. عطاني هادو، شوفوا معايا المعادلة الأبعاد كتقول لك خلي لي الأرقام وخدم بالوحدات، بمعنى نتحققوا الهدف ديالنا هو نتحققوا أن السرعة بهاد العلاقة كتعطينا الوحدة ديالها هي المتر على السكوند، نبينوا أن هذه كتساوي هي المتر على السكوند. إلا خرجت لي الوحدة هي المتر على السكوند كنقولوا هاد العلاقة راها صحيحة. شوفوا معايا اش كنديروا، كنقول له البعد ديال في آر، هذا داير بحال الشكل ديال التركيز. كنقصد بهاد المعقوفتين أنني ما بقيتش نهتم بالأعداد، كنهتم غير بالوحدات. كنقول له الوحدة ديال في راها كتساوي الوحدة ديال واحد، لأنه بدون وحدة واحد ما عندوش بعد، على الجذر ديالاش ديال رو. يعني كنقول له الوحدة ديال في راه هي واحد مقسومة على الجذر ديال الوحدة درو مضروبة في الوحدة ديال من ديال كسي.
كنقول له الوحده د هذا مضروبه في هذا شنو كيعطينا هو الوحده ديال السرعه. غتقول لي كي غادي دير لها مزيان شوفوا معايا اش غادي ندير الله يرضى عليكم. غادي ندير واحد القضيه هذه ما تكتبوهاليش هذه يعني ما تكتبهاش نهار الامتحان غير غنشرح لك بها. غتكتب لي في ديال ار تساوي واحد مقسومه ها سير معايا دقه دقه هضروا شنو هي الوحده ديالها هي الكيلوغرام ها الكيلوغرام مضروبه فاش في المتر موان 3 في المتر موان 3 مضروبه فاش في كسي شنو هي كسي الوحده ديالها. غتقول لي وفين ديتي الاعداد الاعداد قلت لكم عندي ما ندير بهم انا كنخدمي بالوحدات دابا ديال وحدات الابعاد ها هي المتر ها الكيلوغرام موان ز بطبيعه الحال في اس او كاري كتعرفوا تختازلوا بطبيعه الحال خصكم تكونوا كتعرفوا تختازلوا الكيلوغرام موان ز مع الكيلوغرام مشى كذلك هاد في واحد مقسومه هاد المتر مع المتر اس ناقص مع ناقص 3 غيولي ليا المتر موان 2 موان 3 موان بليس 1 يعني غنختزل هذا مع هذا مضروبه في اس او كاري بحال هذا الشكل ولا لي. دابا الا كتبتوا هذا غتقول لي هي واحد مقسومه على الجذر ديال من ديال اس بحال هكا اس كي دايره اس او كاري مقسومه على المتر او كاري حيت هنا عندك ناقص 2 الى هبطتها لتحت غتولي ام اس 2 الجذر اش كيحيد لك الجذر الجذر كيحيد لك الاو كاري غتبقى لك واحد على اس على ام المقلوب ده هذا شنو هو هو ام على اس. اذا هاد في الوحده ديالها هي المتر على السكونت وحنا كنعرفوها هي المتر على السكونت وبالتالي هاد العلاقه مالها هاد العلاقه صحيحه. انت في الفرض شنو غادي تكتب لاحظ معايا الله يرضى عليك بحال هكا غتقول له البعد ديال في ار يساوي وتصنتوا معايا الكيلوغرام ها شوفوا معايا غنكتب لكم واحد المعلومات وعاد غادي نخدم. الكيلوغرام شنو كنقيسوا به الكيلوغرام كنقيسوا به الكتله والكتله بالفرنسيه شنو هي هي داك لا ماس ياك هي لا ماس بحال هكا. الحرف الاول ديال ام شنو هو هو ام يعني كناخذ فاوت الكيلوغرام كنكتب ام مزيان كذلك المتر هذا ام يعني كيعني المتر هذا المتر شنو كنقيسوا بها كنقيسوا بها الطول لونغور وبطبيعه الحال الحرف الاول ديال الطول شنو هو هو حرف ال يعني تبان لك ام باش تعوضها بال تبان لك الكيلوغرام باش تعوضها بام ماجيسكين هذا ام صوبنا الكيلوغرام صوبنا بقى لنا اس كنقيسوا به الزمن والزمن بالفرنسيه هو لوطون يعني كناخذوا الحرف الاول اللي هو تي. هذا الشيء اللي صوبت صحيح غير الفرق اللي كاين الا بان لك كيلوغرام غدير ام بان لك ام غدير ال بان لك اس غدير تي بحال هذا الشكل اللي بغيت نقول لك. غتقول له البعد ديال من ديال في ار راه يساوي ماذا يساوي واحد مقسومه ها لاحظوا معايا الجذر ضروري غيكون هنايا الكيلوغرام باش غدير ها هاد الكيلوغرام اللي مكتوبش غتكتب في عوطو ام بحال هكا ام اللي مكتوبه اش غتكتب في عوطها ال ها ال ولكن موان 3 موان 3 مضروبه في ام شنو هي ام ها هي ام اللي هي ال مضروبه في الكيلوغرام شنو هي الكيلوغرام هي ام بحال هكا مضروبه في اس شنو هو اس هو لوطو تي او كاري وغتختزل بنفس الطريقه بنفس الشكل شنو غتعطيك هي واحد مقسومه قلنا ام غتمشي مع ام ال غتمشي مع ال اش غيبقى لك غيبقى لك بطبيعه الحال هي تي او كاري مقسومه على ال او كاري اللي هي بطبيعه الحال ال مقسومه على تي شنو هي ال هو المسافه وشنو هو تي هو الزمن ها هي المسافه على الزمن وهذه كتسمى معادله الابعاد. كنقول له اذا العلاقه واحد هي الصحيحه كاين اللي غيقول لي واش غتكمل لا ما عندي ما نكمل هو قال لي علاقه وحده اللي صحيحه وانا لقيت العلاقه اللي صحيحه شكون هي العلاقه رقم واحد اذا جوج وثلاثه مالهم غيكونوا خاطئين يعني غير غنعد براسي وصافي. حاولوا انكم تعاودوا هذه بوحدكم الفرق اللي درت هنا خدمت بالوحدات في معادله الابعاد ما كنخدموش بداك الوحدات الاصليين الكيلوغرام كنقيسوا به الكتله الكتله بالفرنسيه لا ماس كناخذوا ان الام المتر كنقيسوا به المسافه ولا الطول الطول بالفرنسيه هو لا لونغور خديت الحرف اللي هو ال اس هو لو طون خدينا الحرف اللي هو تي هادشي اللي درت يعني ضروري تعقلوا على هادشي كيكون في الوطني في الوطني فاش كنقول لك في الوطني واخا ما غتلقاش هادشي ديال الموجات غنحتاجوه في الكهرباء وغادي نحتاجوه بطبيعه الحال في الميكانيك. حاولوا انكم تعاودوا هادشي بوحدكم قال لي ثم احسب قيمه في ار دابا هاد في فاش غتحسبها
هاد في فاش تحسبها عوض، غتعوض ربع هاد العدد وكسب هاد العدد. فاش غادي تعوض اش غتلقى؟ بطبيعة الحال شوفوا معايا باش تعقلوا معايا، غتلقاو 340 متر باغ صوبة. كي درتي لها؟ ها كي درت لها، هضروا هضروا اللي كاينه هنا، ها هي العلاقه، هضروا عوضت بهذا الشيء وكسي عوضت بهذا الرقم. بطبيعه الحال غتعطيك هي 340، تقول لي باش عرفتيها ولا ما حسبتي؟ تنص معايا، فاش غادي تعوض غتلقى 340. واحد القضيه فما تحسب السرعه ديال الصوت في الهواء، راه ديما كنخدموا في الشروط النظاميه، غتلقى 340. فاش تحسب السرعه ديال الصوت في الماء ديما خصك تلقى 1500. 340 1500 خصهم يخرجوا لك في وطني بالنسبه للموجه الصوتيه، سواء في الماء سواء في الهواء، هذه ما فيهاش النقاش. هذا بالنسبه للسؤال رقم ا. وبطبيعه الحال بقى لي ب في السؤال رقم 4. انتبهوا معايا.